احتشد المئات من ابناء محافظة مأرب تحت شعار الحراك السبئي لابناء مأرب السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة، ومن اهمها ربط المناطق القريبة من محطة مأرب الغازية بالطاقة الكهربائية وغيرها من الحقوق التي لا تتوفر في معظم المناطق بالمحافظة. هذا الاحتشاد الجماهيري الكبير الذي اقيم بمدينة مأرب جاء بدعوة من الحراك السبئي لابناء مأرب السلمي. مأرب ليست محورا للشر، مأرب ليست محورا للتخريب، مأرب ليست محورا للتخلف، مأرب الخلود والمجد. وها هم ابناؤها اليوم يعلنون وقفتهم الصادقة من اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأكدوا ثنيتهم في مواصلة احتجاجاتهم حتى يتم تلبية مطالبهم المشروعة بعيدا عن الحزبية أو الطائفية. وأكدوا أن الحراك السبئي يمثل كل أبناء محافظة مأرب، والدليل هو حضور أبناء المحافظة في أول مهرجان جماهيري للحراك السبئي السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة. وأدانوا ما تتعرض له أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتقطعات في الطرقات العامة، ودعوا أبناء المحافظة إلى تكاتف الجهود في مواجهة العناصر التخريبية التي أساءت بسمعة أبناء مأرب. هكذا احتشد المئات من أبناء محافظة مأرب للمطالبة بحقوقهم المشروعة. فيا ترى هل يتم تلبية مطالب حقوقهم المشروعة بعد هذا الاحتشاد الجماهيري؟ لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران، مدينة مأرب.